عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في قناة إيمان زهرة المطبخ التونسي. اليوم أصدقائي باش نجيب لكم وصفة أنا واحدة من الناس أول مرة باش نجربها، حتى دخلت على دي فيديو باش نشوف نلقاش هكا روسيت مضمونة نجربها ولا حاجة ما لقيتش. مع ذلك حبيت أني ركبت مقادير وإن شاء الله تنجح عندي، وإذا نجحت لي بالطبيعة تلقاوها في القناة. دونك التوانسة الكل نعرفوا اللي في رمضان العباد الكل تعمل البوزة بالبفريوة وإلا بالدرع. جاتني في بالي فكرة أني قلت علاش ما نعملوش بوزة بتمر، فما عصيدة بتمر مما هيش نفس المكونات. دونك اليوم ان شاء الله باش نجرب بوزة بتمر ان شاء الله تجيب نينا، وكما قلت لكم اذا نجحت لي اكيد باش نهبطها في القناه. دونك لهنا عندي كميه نتاع 230 غرام تمر، كما ريتو لهنا مسحته ونظفته ونحيت له القلب نتاعو. باه لهنا عندي 40 غرام نتاع نشاء، ولهنا عندي الكميه نتاع الماء. توا نشاء نعرف اللي هو 40 غرام، الماء باش نتبع اتباعه ونشوف. دونك لهنا شنو ناخذ الميكسر الروبو، بسم الله، ونبدأ نحط فيه التمر باش نرحيه مع النشاء والماء. هنا باش نحب نكيل لكم النشاء 40 غرام قداش تجي بالمغرفة. دونك لهنا مغرفة كيما هكا، اثنين، تقريبا ثلاثة مغارف، الثالثة مش معبية برشا هكا. ولهنا بسم الله باش نصب الماء، ما نصبوش الكليكه، يلزمني نخلي شويه ماء اللي باش نشلل بها البولد. هكا هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. هكا بسم الله نحطوه في الكسرونه. لهنا مش باش نصفيها لاني حاولت نرحيه بالكدا هكا كيما ريتو لونه مزيان. هنا بالطبيعة باش نشلل البول باش ما نخسروش اكل اللي قاد فيه. بالنسبة للماء مبدئيا استعملت نص لتر. بسم الله. دونك هكا لهنا نحركها بالسياسة ونشوف القوام تاعها شنو باش يعطيني. هنا نحس اللي هي تستحق زيادة الماء. بسم الله. هنا زدت 100 مليلتر اخرين. هنا نحرك مليح باش يتجانس الخليط الكليكا نشوف القوام. هكذا القوام اللي باش نبدا به، بعديك نتبع بالماء. انا كيما ريتو حطيتها باش نطيبها على الغاز، وكيما قلت لكم بالنسبه للماء باش نتبع تبع، وبالسكر زاد كيف كيف زاد باش نتبع تبع بحكم اول مره نعملها وما لقيت حتى حد معناتها عنده روسيت ولا جربها. دونك هكا علاش باش هكا نتبع تبع. حتى بالنسبه للطعمه باش نشوف اسكو تستحق اني نفوحها بالزهر ولا بعطرشيه، والا نلقاها معناتها فاوحه وبنينه ما تستحقش. دونك هكا نطيبوها كأنه نطيبو في عصيدة عادي وإلا بوزة. لهنا بدأت تتخرج في فقاعات سكو تعبت، ما زدتهاش لا ماء ولا حتى شيء. دونك هذه هي البوزة متاعنا حضرت. هنا كيما تشوفوا هذا القوام متاعها. ويا جماعة راني حطيت لها مغرفة متاع زهر فوحتها، ذقتها قبل ما نفوح، وبعديك كيف فوحت لقيتها الزهر عطاها نكهة بنينة بالكدا. دونك لهنا نبدا نصب في الكيسان. دونك هذه هي البوزه اللي تحصلت عليها، شوفوا قداش مزينها ومحلى لونها، وراهي في الحقيقه اغمق شويه من اللي تراو فيها. بالحق الريحه والبنه ما نحكي لكمش، والله جا عندها قوة سبيسيال، ماهيش كيما طعمه العصيده بتمر. هذه انا سميتها بوزه بتمر. وهكا يا اصدقائي كما تشوفوا البوزة نتاعنا حضرت، هذا هو شكلها النهائي. شوفوا ما شاء الله مزينها. لهنا زينتها بشوية تمر بحكم هي بوزة بتمر، ولهنا عملت لها زينة في شكل هلال. وديما تقعد الزينة حسب الذوق وحسب الموجود عندكم. ولهنا بالطبيعة اصدقائي لازمني نذوقها معاكم باش نعطيكم رأيي بصراحة، ونشجعكم يا اما تجربوها يا اما نقولكم سايبة عليكم. دونك لهنا شوف القوام نتاعها. بسم الله
هاي أصدقائي، وللأمانة جربوها وعلى ضمانتي بالحق راهي روعة خارقة للعادة. والله ما كنتش نتصور باش تجيب البنة هذية. وكيما ريت وذقت 3 على 3 مرات باش نتأكد من البنة. بالحق والله ياسر بنينة وعندها جو سبيسيال، ما ماهيش كيف طعمة العصيدة بالتمر وإلا حاجة. بالحق ياسر بنينة ياسر بنينة، جربوها كيما ريتو. نحي وزينة أبار، ما نحكي لكم على البوزة بتمر في حد ذاتها، راهي ما تتكلفش حاجة كبيرة كيما ريتو. لما حال أنا بديت من فكرة ما غير مقادير لحد شيء، وقعدت نركب في المقادير هكا ونزيد وننقص بيني وبين روحي، وصلت المقادير مضبوطة كيما ريتو. هذا هو القوام تاعها. بالحق حاجة تعمل الكيف. شوف ما شاء الله، الحق حاجة بنينة بنينة على الاخر، وباش تعجبكم. متأكدة إذا جربوها مرة في رمضان باش تعاودوا تجربوها مرة أخرين. وهني قلت لكم على ضمانتي بقدرة الله ياسر بنينة وخفيفة هكا، ومعنتها يعني إيدي مزيانة على الاخر التحلية في الليل، وخاصة زادة للسحور زادة. هيا معنتها حاجة صحية ما فيهاش سكر، يعني الحلاوه نتاعها نتاع تمر اكاهو. بالحق تنجموا تعملوها حتى في السحور. هي كانت الوصفه نتاعنا لليوم، ان شاء الله يا ربي تجربوها. راني متحمسه على الاخر باش يجيني حد هكا في لي كومونتير ويقول لي راني فعلا جربتها وجات بنينه على الاخر. هكاك باش تشجعوا العباد انهم يجربوها ويتاكدوا اللي هي بنينه. وبالحق يا جماعه راني فرحانه اللي بديت من فكره ما غير لا مقادير لا حد شيء، وصلت معناتها عملت حاجه هكا مزيانه، بوزه بالدراع، حاجه جديده. وعلاش لا تدخل في عاداتنا وتقاليدنا كيما بوزه بالدراع وبوزه بالبوفريوه. دونك كيما قلت لكم، اذا عجبتكم الفيديو هذه ما تنسونيش ملي لايك ولي كومونتير المزيان كيفكم، وبارطاجيو الفيديو هذه بين احبابكم واصحابكم، خلي يجربوها اكثر عباد ممكن. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ديما نوصل في الاخر هكا وتبدا افكاري مشتتة، نبدا فرحانه بالريزلتا. اصدقائي كما قلت لكم جربوها، واذا عندكم اذا عندكم اقتراحات والا في شهر رمضان تحبوا وصفات راني على ذمتكم، اكتبوا لي في لي كومونتير. راو تكتبوا كومونتير معناتها ما ياخذش منكم حتى 10 ثواني. اذا عندكم اسئله على حاجه ولا طلبات انا راني على ذمتكم، نحاول نلبي الطلبات الكليكه. ما تنساوش تجربوها راهي باش تعجبكم مره واثنين وثلاثه. وكهو تويكم بقالنا، كان خليكم على خير اصدقائي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.